بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، كليات الطب، كليات الصحية، الدراسات العليا، الزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنجاح والفلاح والصلاح والتوفيق إن شاء الله. نتكلم الآن على الفرونت واللاترال سايد أوف ذا ليج. واحنا بنتكلم في العمل دلوقتي، الصورة المجمعة هي قدامنا. أول حاجة المسلز هنتكلم عليها، وبعد كده الاستراكشر. ماشي، يلا بينا. الصورة اللي قدامي الآن اللي هي الفرونت أوف ذا ليج، ودي اللي المفروض لما نيجي نشرح هنشوف الحاجات دي، بنشيل السكين من السوبرفيشال فاشيا وتبان قدامنا. بقى هي الفرونت أوف ذا ليج هيبان قدامي هنا التبياليز أنتيرو المسل، أدي التبياليز أنتيرو المسل. في ليج اكستنسور ديجيتورم لونجس، ادي اكستنسور ديجيتورم لونجس. هيبين هنا برينيس تيرشوس مصر. وعندي هنا حاجتين دلوقتي، عندي ريتونيكولم سوبيريور اكستنسور ريتونيكولم وانفيريور اكستنسور ريتونيكولم، وادي التندون اوف اكستنسور هالوشيز لونجس، ادي التندون اوف اكستنسور ايه هالوشيز لونجس. يبقى انا في الصوره اللي قدامنا ديت هشوف قدامي المصل الاتيه تبيالس ايه. يلا يا شباب كملوا. انتيرور اللي قدامنا ليه بدا ايه، ادي اكستنسيف بروجيتورا، ما هي اكستنسيف بروجيتورا. بعد كده برنيس تيرشوس، بعد كده ايه اللي انا اشوفه، التندون اوف اكستنسور هالشز، التندون اوف اكستنسور هالشز. ما اشوف اثنين ريتينوكولم سبيرو ريتينوكولم سبيرو اكستنسور ريتينوكولم وانفيرور اكستنسور ريتينوكولم. يلا يا شباب بينا. طيب ادي برضو نفس الصوره الفرانت اوف ذا ساي، اوضح شويه اوف ذا ليج، فرانت اوف ذا ليج. ادي الاكستنسور بيجيتور، ادي الاكستنسور بيجيتور. ما اجي اقول لك احطها لك اقول لك ايدنتيفاي، تقول لي اكستنسور بيجيتور. وادي التبياليز انتيرو لهي، وادي اكستنسور هالوشيز لونجس، ادي اكستنسور هالوشيز لونجس. يبقى انا دلوقتي في تبياليز انتيرور، في اكستنسور ديجيتورم لونجس، ادي الاكستنسور ديجيتورم لونجس ديجيتورم اول، وادي الاكستنسور هالوشيز لونجس. يلا يا شباب، طبعا الشابتر موجود قدامك، تعرف منه الاوريجن انسيرشن اكشن نيرف سبلاي، لكن العمل اللي احنا بنقول ايدنتيفيكيشن، ايدنتيفاي ذيس تقول لي تبياليز انتيرور، ايدنتيفاي ذيس يقول لك اكستنسور ديجيتورم لونجس، اقول لك ايدنتيفاي ذيس تقول لي اكستنسور هالوشيز لونجس. يلا بينا يا شباب. في الفرنت اوف ذا سايد برضه ادي الاكستنسور ديجيتورم قدامنا هي، ادي الاكستنسور هالوشيز، ادي التبياليز انتيرور، ادي السوبيرور اكستنسور ريتينوكولم. ده مقطع اخر في الفرنت اوف ذا ليج. يلا بينا. خلاص اكستنسور ديجيتورم لونجس، اكستنسور هالوشيز لونجس، تبياليز انتيرور، سوبيرور اكستنسور ريتينوكولم. يلا يا شباب، اللاترال سايد اوف ذا ليج ماشي، هشوف فيها ايه، هشوف فيها الاتي: كومن برنيال نيرف، برنيس لونجس لونجس ماشي، وادي اللي انا شايفه دلوقتي اكستنسور ديجيتورم لونجس، ادي الاكستنسور ديجيتورم لونجس. لكن اللي انا شايفه في الصوره ديت ايه، ادي برنيس لونجس، وفي الصوره ديت شايف ايه، الكومن برنيال نيرف. يلا يا شباب، يلا يا شباب، ادي البرنيس لونجس، وادي البرنيس بريفيس، ناقص لي ايه، الترشوس هنشوف. يبقى انا اللاتر سايد المصر اللي مش شايفها دلوقتي، ادي البرونيس لونجس، وادي البريفيس. ويلا بينا هنا هنشوف الاتي، ادي البرونيس تيرشوس اهي، ادي البرونيس تيرشوس. يبقى انا القطاع ده جبت بيه الفرن واللاتر سايد، الفرنت واللاتر سايد اجيبها من فوق لتحت، ادي الكومن برينيال نيرف، برونيس لونجس وقطعناها، بعد كده ماسكولو كتنجس نيرف، وادي البرنيس بريفيز اهي، وادي البرنيس تيرشوس. في اللاتر سايد شايف الثلاثه هم برونياي،
ادي البرونيوس لونجس وادي البرونيوس بريفس وادي البرونيوس تيرشوس. طب في الفرنت بقى اكستنسيف ريجيتورم لونجس اهوت موجود ماشي، وادي التبيانس انتيرور، وهنشوف الايه الريتينوكولم. ادي الانفيرور اكستنسور ريتينوكولم، انفيرور اكستنسور ريتينوكولم، وهشوف هنا الانتيرو تيبيال نيرف اند فيزلز. ادي الانتيرو تيبيال نيرف اند فيزلز، وادي الماسكولو كوتينيوس نيرف. يبقى الصور دي مجمعه كويس، جايبه لي الثلاثه برونياي. ادي برونيوس لونجس، ادي برونيوس بريفس ماشي، ادي برونيوس بريفس، ادي برونيوس تيرشوس، ثلاثه برونياي. وجايبه من المسل اوف ذا فرونت اوف ذا ليج، ادي التبيالز انتيرور اهوت ماشي، وادي الاكستنسور ديجيتورم لونجس اهوت، وادي هنا انفيرور اكستنسور ايه ريتينك، انفيرور اكستنسور ريتينك. ماشي يا شباب، يلا يا شباب، شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.